انا طلعت عمري 3 سنوات في 48، كنت 3 سنوات عمري، وبعدها صار حرب ال 56 وال 67 والحروب اللي صارت هذه، وانت من في اجيالكم يعني في عهدكم في التاريخ ما حصل حرب زي هذه، اباده اباده بدون تمييز بدون تمييز. الموت اشرف من العيش يعني، طلع عشنا تحت كل الحروب، ما فيش زي هيك شتتنا وتدمرنا، طلع حياتنا كيف، اطفال وصغار وكلهم مرض، احنا مرضنا ومرضى ومرضنا، هي مرضي معها جلطتين تعبان ومتصير على حالها ومتسيب على حالها، ولا واحد بيقول فيها ولا واحد بيقدم لنا حاجه، وانا هيني مريض مش بقدرش امشي على رجلي، هذه مش حياه هذه.